وسهلا الحبوبات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، امور هانيه. اليوم غنشارك معكم واحد الخريجه خفيفه ظريفه. كان زوجي عنده واحد الغرض مشى يقضيه، فاستغلينا حنا الفرصه بحكم ان ما كايناش القرايه اليوم السبت، فقلنا علاش لا نصبوا فيه حتى حنا نمشيو ندورو معاه دويره. مشينا معاه في الصباح، فطرنا واحد القهيوه شعبيه بالبطبوط والزبده البلديه فاتاي، ومن بعد مشى الزوج ديالي قضى الغرض ديالو ورجعنا معاه. تغدينا حتاني في الطريق، واخا تغديت غير انا وياه، الدراري بقاو شبعانين من داك الفطور اللي فطرو وصافي. هذا ما كان بغيت نشارك معكم نهارنا. يلا هو بقاو معنا الى اخر الفيديو، ما تمشيو فين كما كتشوفوا. دابا حنا دابا وصلنا للقهوه، دوموندينا الفطور. انا خديت المسمن واسراء هي خدات المسمن، ريان وبابا خداو البطبوط بالزبده البلديه. صراحه زوين هاد القهوه، هي شعبيه فيها الناس جالسين وفيها ثمن مناسب، وبرد اتاي بالشيبه وصافي. بقاو معنا، المهم تعيشوا معنا الاجواء ديال نهارنا، تشوفوا نهارنا كيداز. يلا ما تنسونيش من لي لايك والتعاليق المحفزه.